السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدرجاتكم. اليوم فيديو جديد، طبعا الفيديو هذا مصدوم فيه بصراحة أنا، لأني أنا بكون معكم صريح ما كنت أتوقع في أبديت هذا الأسبوع، بس اليوم عم بفتح لقيت إنه في أبديت فعليا هذا الأسبوع، لأنه بعد الأبديت اللي أخذناه الأسبوع الماضي عادت نت ماربل إنه يسحبوا علينا أبو أسبوع كامل بدون أي شيء، أو بيجيبوا لك شو؟ بيجيبوا لك مثلا اللي هي New Artifact Competition Posting Event مدري شو، هيك بيجيبوا أي شيء تسكيتة جوع. ما أعرف شو تسكيتة جوع ليش، بس الواضح أنه في أبديت، في Tower of Trial Completion Event Winner، ما بعرف شو هي بالأصل، كانت كأنه كان في إيفنت اللي بيخلص Tower of Trials بياخد جوائز، يعني والله ما بعرف كنت بالموضوع، وفي أبديت، فمشان هيك خلونا نبلش. شو رأيكم بالإنترو الجديد؟ أعطوني رأيكم. عدت اشتغل عليه شخصيا شي نص ساعة أو ثلاث ربع ساعة أو ساعة ونص هيك شي. حبيت انه خلي الانترو شوي ريليفنت للحياة الواقعية اللي احنا فيها حاليا، وان شاء الله يكون عجبكم. نيو ستيجز ممتاز، 3 فلورات جداد و30 جيم، جي جي. لا والمشكلة انه عاملين ريست مبارح، مو مبارح يعني الخميس الجمعة سوري، ما بعرف ليش انا ضيعت الايام، وفي الفلور 13 في كارد ايتش ستيج تاور تراي فيتشرز انيميز اند هيدن مدري شو نيو ارتيفاكت كارد لوكيشن، ما بعرف اذا في بونص ذا ارتيفاكت كارد سيت بونص ويتش انكلودز ذيس كارد ويل بي افيلبل ان فيوتشر ابديت، يعني هاي الكارد حيكون موجوده بسيت بونص حيكون فيه، بس الكماله الكروت حييجوا بعدين. جي جي 3 فلورات جديده، والله نت ماربل عم يعملوا شغل مرتب للامانه. كمية الجيمات اللي كانت موجودة بالأبديت، ورجين شو عم بعمل؟ الجيمات اللي موجودة بالأبديت وهلأ يضيفوا لنا 30 جيم من التور، يعني 130 جيم من التور لحاله، والله جي جي. طيب هوك باس هاي بس لعباد، لأنه عباد كان عم يحكي لي إنه مو عساس كل شهر حيجيبه هوك باس، هاي هوك باس. بس شو فكرة إيلاتي بالموضوع؟ إيلاتي ناخذ 1430 جيم، انا صرت حاشتري الهوك باس 100% لاني فعليا بدي اشتري بس لك هدول الشخصيات. اعتقد ايستن ما عندي فول يو ار عليها لسه، فهذا الشيء كتير حيكون ممتاز، اول شيء مشان الجروث بوينتس، ثاني شيء مشان ايستن، احلى شيء انه شيء ثانوي اللي هو ايستن. بتوقع ناقصني يو ار بمكان ويبن، ناقصني ويبن وهيد بيس يو ار، فكتير ممتاز اني اخذ هدول، بس ان شاء الله ما يكون عندي اياهم اوريدي. هي هون متستره باللبس هداك، فاكيد مو موجود لانه ما عندي ولا لبس متستره فيه. وإيلاتي حلو، وحتى هي اللي ما عندي اياها مو حلو. بالنسبه للاس اس ار، كمان في يو ار ثاني لليليا، في يو ار لليليا الثانيه، جي جي، هذا كف على وش العالم اللي راح اشتروا له لبسه. نو اوفنس لرامي، اعتقد هو واحد من 5 اشخاص بس باللعبة اشتروا له لبس لليليا، فهلا حيجي لبس لها بالهوك باس، الويبن الخامس اعتقد راح يكون، ما بعرف بالضبط، وراح يكون في لبس لهدول. كنت متامل انه يجيبوا لبس زيلدريس، بس ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح ما لا تشتهي السفن. الله، الهوك باس ريوردز كالعاده، وكونسيكيوتيف بونص اللي هي تبع الهوك باس، نيو ايفنتس فيليج، والله كفيت ووفيته بصراحة. مع هالمرة ما عم بستخدم التهكم ابدا، ما عم بمزح، بس فعلا انه يجيبوا ابديت بالاصل، يعني انا ما كنت متوقع هذا الشيء، لانه اوريدي احنا هلا مليان شغلات. شخصيا انا ما يعني هذا ما كتير له طعمه بصراحة، ولسه باقي له 15 يوم، وانا فعليا باقي لي مرتين من هدول الشوب. الفكره انا اللي مو فهمانه انه انتم حاطين الميشن انك تلعب 20 مره ماشي، والمده تبع الايفنت 20 يوم، وانت فيك تلعب انليمتد باليوم، والشوب انا خلصته من اول يوم، طيب ليش مخلينه 20 يوم؟ طبعا هدول حاشتريهم، بس انه ليش خلوه 20 يوم اذا انا بمجرد ما العبه 20 مره فيني اشتري كل شيء بالشوب؟ يعني ما هي انا مفهمانه لحد الان.
بالنسبة لهي أنا بتمنى إنه هي تضل أكتر وقت ممكن، لأنه عم باخد منه جيمات، وهي خلاص هي وان تايم ديل. والإكسشين شوب أوكي، والبينجو على عيني. البينجو أنا ما عندي مشكلة، دائما ببسط لما يجيبوا بينجو. بس بصراحة الأبديت تبع بكرة إذا منشيل التور منه، يعني هو ما بيعتبر كتير أبديت، بس الهوك باس للناس اللي بيدفعوا، حتى اللي ما بيدفعوا فكرة مجمعين بوينت بيستفيدوا من الهوك باس، فيها شغلات حلوة. بتمنى لو ببلشوا يضيفوا شغلات إضافية للهوك باس، مثل الهامرز، مثل الأنفيلز، مثل الكوزمتيك ماتيريالز، يخلوا يعني يضيفوا له لزة شوي للهوك باس، عشان اللي بيدفع مصاري يحس حاله انه مو متخورف. يعني هلا هدول حلو، اللبس هذا تبع ليليا حلو، انا حاشتريه كله، وحاشتري هدول الثلاث ستات اللي فوق. طبعا انا ما عندي قدرة اني اشتريهم كلهم هلا، بس انه قصدي شو الاهداف تبعي تبع الهوك باس. بتوقع هي اخر واحدة حاشتريها، لانه ما عندي اياها للشخصية بالاصل. راح اشتري ايلاتي وهي وهي، هدول بيضمنوا لي 9 جروث بوينتس، نوت باد ات اول. وبس هذا هو الابديت اعتقد تبع بكره. قولوا لي شو رايكم. هي انا بصراحه متحمس له، لانه الاس اس ار بيندنتس عندي صار فيهم فقر، وبنفس الوقت صار عندي فقر بالجولد، فما عارفان انه اهم حاليا عندي الاس اس ار بيندنت ولا الجولدز. المهم اعطوني رايكم بالانترو، اهم شيء، اهم الابديت واهم من كل شيء. شو رايكم بريم؟ شو رايكم بروكسي؟ روكسي هي اهداء للروكسي سيمبس اوت دير، انه بعرف انه روكسي عندها فانز اكثر من ريم يمكن بين الشباب اللي عنا، فحبيت اني ضف لكم لمسة هيك تنبسطوا عليها. وان شاء الله يكون عجبكم فيديو الرياكشن تبع اتاك اون تايتن اللي نزلته على قناة الانمي، اللي هو الحلقة الاولى. كتير كتير متحمس لارجع اعمل فيديوهات هنيك. ف صح نسيت احكي انه 55% منكم يلي انتو عم تشوفوا هذا الفيديو ما لكم مشتركين بالقناة، فقلت تشتركوا بالقناة، انه هذا الشيء كتير حيساعدني وكتير حيفيد القناة وحيدعمني. وإذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك، إذا ما عجبكم الفيديو اكتبوا لي بالكومنت ما عجبنا الفيديو. ونشوفكم على خير الفيديوهات القادمة. جاني.